نعم، أولا يعني لازم تفهم أنه حركة مواطنة فيها مبادئ تأسسنا عليها بدون أي إقصاء من أي طرف، والكل له حرية الموقف نتاعو، لأن الخلفية هي كيف نلم شمل يعني كل المعارضين للنظام اللي حابين يكون تغيير. أما يعني الباساج هذا اللي درته، اللقطة هذه في الحقيقة كانت رد على سؤال من طرف صحفي، وربما الجواب ماهوش جواب رسمي، ولكن كل واحد يقرأ حسب الزاوية. وما ننساش أنه شرائح كبيرة جدا في المجتمع الجزائري تفهم من أحداث التسعينيات أن كان هنالك صراع على أساس ديني، وهذا ربما لازم يكون تحليل ونقاش. أما الآن احنا واش يهمنا هو المستقبل، واش يهمنا هو كيفاش نبني دولة القانون. في دولة القانون كل واحد يصيب المكان تاعو، إما كان عنده معتقد ديني أو ليست له أي معتقد ديني، هذا يعني ما يصبحش شرخ داخل النظام. الدولة هي تتعامل مع كل المواطنين، عنده جواز سفر مهما كانت يعني العرق نتاعو أو الدين نتاعو أو الانتماء الجهوي نتاعو. هذا المهم أن نوصل إلى هذه المرحلة. كما أنتم تعيشون في لندن مثلا، هنالك تيارات إسلامية ولكن تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية وتتعايش مع أطراف لديهم ديانات أخرى، لديهم اعتقادات أخرى. احنا لازم نوصل في الجزائر إلى نوع من الاحترام المتبادل. أما العقيدة تقعد عقيدة لكل واحد، واحنا نعرف أن الجزائريين الأغلبية الساحقة مسلمة وليست لها أي إشكال، أي إشكال مع الدين. هذا يعني توضيح كامل. سعود إليك. إذن أنا يعني تفاجأت يعني بهذا المصطلح، لأن لا يوجد في اللائحة. برك ولا صرا غلط يعني في تحرير كيفاش نقول اللائحة، ولكن أنا أؤكد لك لا نتكلم على رئيس توافقي، نتكلم على رئيس يعني يكون حوله توافق جمهوري في إطار انتخابات يعني مفتوحة، تكون مفتوحة. وش يعني مفتوحة؟ ما كانش يعني شخص واحد اللي يتقدم، ولكن قلنا هذه الانتخابات تكون إلا تحت ظل قوانين ويعني اتفاق حول قواعد اللعبة بعد نقاش حوار وتفاوض. يعني الكلمة اللي استعملناها هو تفاوض. يعني ما نقدرش نروح إلى انتخابات بدون ما يكون ضمانات قوية أنه الانتخابات ستحترم من طرف السلطة الحالية. التفاوض مع من؟ التفاوض مع من؟ مع من له الآن السلطة في أيديه. يعني احنا أنت راك تشوف أنه الحالة السياسية في البلاد متفجرة، هنالك مراكز سلطة متعددة. من هو الذي يشرف على الانتخابات في المستقبل؟ هل نشوف يعني التغييرات داخل جهاز الأمن، والتغييرات داخل مؤسسة الجيش، وربما تغييرات في المؤسسة التشريعية والحكومة إلى آخره؟ فالتخوف أنه مركز السلطة والمحور الأساسي لهذه السلطة في انهيار، والانهيار هذا يؤدي إلى انهيار الدولة، وهذا شيء خطير جدا. ف أنا أظن أنه هنالك أطراف داخل السلطة من حكومة، إدارة، وربما ممثلين أحزاب الموالاة إلى آخره، ربما هنالك موقف يقدروا يقدموه بضمانات باش تكون انتخابات حقيقة حرة ونظيفة. بدون إعادة إلى الشرعية الشعبية، بدون ما الشعب ينتخب حقيقة رجل ليقدر هو يفتح مسار تأسيسي جديد. أستاذ سفيان يعني يقولوا بالجزائري، أنا مش هنطلع نوضح هذا النقطة اللي كنت سألت عليها أنا من قبل. أستاذ سفيان يعني الأزمة معقدة جدا، أزمة نظام حكم وليس أزمة بوتفليقة. هذا هو الناس كله ويقول لكم هذا الشيء. شكسي سليم كأنه يعني نقول شيء مخترع، هذا كل الجزائر متفقين عليه منذ 62 ومن قبل. النظام كله فاسد، وهذا أنا أتحدى
أي سياسي في الجزائر يقول على مثلا جيل جديد أنه يطرح القضية ويحصرها إلا في رئيس الجمهورية. ولكن أنا أقول لك حاجة أخرى، عدد كبير من الأحزاب اللي تقول على نفسها معارضة لا تتكلم بصراحة على من هو مسؤول على هذه الحالة اللي رانا فيها، ويتكلمون إلا على يعني شكليات ومفاهيم النظام الفاسد النظام، ولكن من هو الرئيس ومن هو المسؤول ومن هو اللي يسير هذه الأمور؟ هذه يعني طرح في نجم نقول في الخطاب ربما مختلف، ولكن ما كانش في موقف ولا مواطنة ولا يعني تقولوا أنه النظام يمثل بوتفليقة وبالتالي هو المسؤول. شوف سي سليم، شوف سي سليم، احنا في 2014 يعني كي بدينا قاطعنا الانتخابات الرئاسية بكل يعني شفافية، ودخلنا في عملية مازافران الأولى والثانية، هنالك تلاعبات كبيرة من طرف أحزاب تسمي نفسها أحزاب معارضة، ولكن في الواقع من خرج لمقاطعة الانتخابات التشريعية؟ من خرج لمقاطعة الانتخابات المحلية؟ من خرج للشارع ليطلب تطبيق المادة 102؟ من خرج يعني في الشارع ويتظاهر؟ أما الخطابات الجوفاء والكلام بدون نهاية ولكن لا يقابله عامل ملموس، هذا تنازل على يعني العمل النضالي، لأن الخطابات المطولة يعني والثرثرة يعني حتى فقدت الناس كل ثقة في العمل. فاحنا نتلاقاو ونحكيو ونعاودو نتلاقاو غد من هذاك ومن بعد نديرو بيان، ولكن في وقت الصح كل واحد يدير الحساب نتاعو. انا نقول لك كاين فرق ما بين من يحمل طموح ومن يحمل فكرة ليعمل من أجلها. احنا عندنا فكرة ورؤية للجزائر هي فوق وأسمى من نحن، أما بعض الأشخاص لهم طموح شخصي يحبون يعني أن يظهروا ويتكلموا، ولكن لا يكفي هذا الشيء. نعم جيد يكون الطموح السياسي مشروع ومفهوم أكيد، ولكن إلى متى نبقى كل واحد متفرق؟ إلى جميل. متى نبقى جميل. كل جميل. واحد يتكلم؟ سأعود إليك سيد كريم طابو، سأعود إليك.